بسم الله، الحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، يعني هداية. هذا اليهود يفكروا في الهداية، هما أبناء الله وأحباؤه، يعملوا يحب تبرمي بوليسيونس لسالو لكورب كوربتو. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. هنا بعض الروايات تقول أن يلزم الصادقين من بني إسرائيل يقتلوا المجرمين وهم كفر، والله أعلم الحقيقة. وإذ قلتم يا موسى، أو زاد وقع آخر وخطيئة أخرى، وقلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر، يعني الجر على الله باش يولي وراك. شكونك أنت يا أحمد؟ ترى ربي اللي لا يحدد الزمان والمكان، وهو خالق الزمكنة يقي الأحياء. وإذ قلتم يا موسى، ذكرهم بطايتهم كما يقول العام. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر، يعني كلمة النبي وكلم الله يكتبه فيه، شوف المنطقة الواقع. ويقولون يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جار، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. كما أنتم تنظرون ماذا وقع لفرعون الكرام، أنتم هنا تنظروا تلقيتكم الصاعقة. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وجاء معجزة هنا أنكم بعد الموت هذيك السائقة رجعكم من الحياة، يمن عليكم بحياة ثانية. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، هذا لعلكم تشكرون زي ما غير متحدث. من بعد ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هناك ذلك ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا مش كنا نشك صادق من بني إسرائيل، ركحنا وظللنا عليكم الغمام، هذا في الصحراء أثناء التيه، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ولذلك ذلك صحراء أخرى. كلوا من تعيشوا في الآداب الربانية، كلوا من الصحراء حيث لا ماء ولا بلال ولا غذاء، كل مرة كلوا من طيبات ورزقناكم، لأن يعني لا رزق إلا الله. البروفايدر ربي هو يرزق وحده، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم وقعوا بالظلم. اشنو هذا؟ وهذا كله ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حج شئت رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حكمه سمحنا يغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يعني اطلب المغفره من ربي، ربي يزيد المحسنين إحسانا وإيمانا واستسلاما لأوامر الله، مشركون سمعنا وعصينا، نسأل الله السلامة.